على التليفون الفنان الكبير شريف دسوقي. مساء الفل يا قمر. مساء الفل يا استاذي، استاذ الجميع، استاذ محمد علي خير، وش الخير والسعد عليا من زمان مش من النهارده. لا والله، بص انا كان نفسي كل شويه اقعد اتتبع اخبارك، وعايز انقل لك محبه ناس كتيره قوي ليك يا استاذ شريف. يعني تسلم يا استاذ محمد، واعتقد كل ده كان واصل لك بصوره او باخرى. طبعا، تحياتي ليك في البدايه، وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام. وعايز اقول لحضرتك، لولا مسانده حضرتك ومسانده الناس اللي بيحبوني ليا، انا ما كنتش بهذا الوضع اللي هو انا راجع لكم اقوى من الاول ان شاء الله، وبامر الله اكون عند حسن ظنكم دايما. خلينا نتكلم في الجديد على طول، هتنزل امتى البلاتوهات؟ وقريت ان انت داخل تعمل الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الشهير 100 وش. هو في اكسكلوزيف لحضرتك اني بحضر لمسرح مع دكتور يحيى الفخراني. الله. مسرحيه اسمها ياما في الجراب يحاوي، تاليف درام التونسي، اخراج صاحب الفضل الاستاذ مجدي الهواري، المخرج الاستاذ مجدي الهواري، لانه وافق ان انزل البروفات بوضعي وبلياقتي الحاليه. انا حاليا بنزل بروفاتي فعلا مع دكتور يحيى الفقراني ومع الاستاذ مجدي الهواري، اللي اداني بوش ودافع كبير جدا ان انزل البروفات بوضعي الحالي لغايه ما نفتح ان شاء الله في اخر 8 في مكتبه اسكندريه. البدايه العرض المسرحي هيبقى في مكتبه الاسكندريه. ياما في الجراب يحاوي في الصيف، يعني لبيرم التونسي. لبيرم التونسي. طيب في اعمال فنيه اخرى، مسلسلات، بلاتوهات؟ طبعا داخل مسلسل ان شاء الله، يعني مش عايز اتكلم في تفاصيله الا لما امضي الامضه الاخيره، كان في كلام في الدراما كده شويه، ان شاء الله اعلن عنه في الفتره القريبه القادمه. اظن بعد دعم السيد رئيس الجمهوريه ليك الدنيا كلها اتغيرت بقى حواليك. يعني ده فضل من ربنا كبير، بشكره عليه وبحمد ربنا عليه على دعم سياده الرئيس ليا ومتابعته الحاليه ليا حتى اليوم. متابع الحاله بتاعتك؟ طبعا، حتى اليوم النهارده لسه باعت لي ناس من قبل الرئاسه يطمنوا على الطرف اللي هيركب وعلى الفتره الصعبه الحاليه. طب ليه صعبه؟ مش احنا عدينا المرحله الصعبه؟ وبرضه انك تتأقلم مع جهاز غريب عن جسمك، ده شيء مش هين يا استاذ محمد. صحيح. هي دي الفترة فعلا الصعبة بالنسبة لي، لكن ان شاء الله اللي خلاني اعدي الاصعب منها بمساندتكم ليا اعديها دي كمان ان شاء الله. وتنزل بيها التمرينات والتدريبات طبعاً. المسرحية بالعكس الكل والله طبعاً. يعني شغوف انه يشوف اعمالك اللي جاية دي. طب قول لي الجزء الثاني بمسلسل 100 وش، مش هيبقى في جزء ثاني؟ سبعبع مش هنشوفه؟ لا، هتشوفه سبعبع ان شاء الله، بس هو كان في مكالمة استاذ جمال العدل وهو خارج البلاد، ان شاء الله راجع بكرة، هيبقى في جلسة يتم فيها كل التفاصيل اعلمكم بيها على طول. أنت راضي الآن؟ الحمد لله، فضل كبير ونعمة كبيرة من ربنا. أنا لو ما مرتش بالظروف دي كنت هدعي ربنا إن أمر بيها، لأن بينت لي حب الناس قد إيه. حياتك اتغيرت كتير؟ من A to Z اتغيرت. للأفضل؟ للأفضل، والنعم كتيرة ربنا بيطلعني عليها. إن كل ضوفر في إيدك لازم تقوم الصبح كده أول ما تفتح عينيك تسجد لربنا شكر ونعمة عليه. الفيديو الغاضب الحزين ليك نسيته؟ ما مش في الذاكرة، مش موجود أصلا. مش موجود أصلا. قفزت عليه وقررت تنظر للجانب الإيجابي بقى. طبعا، أنا شخص زي ما بيقولوا بالبلدي كده فراك، لو ما كنتش أشتغل، لو مش في حالة شغل أتعب. فده اللي خلاني أنزل البروفات، أنا بنزل بروفات يوميا. إنه اليومين دول؟ حاليا انا بكلم حضرتك وانا رايح البروفة. وقفة رجالة هيبقى له جزء تاني؟ وقفة رجالة ان شاء الله ده اكسكلوزيف لحضرتك، ان شاء الله في جزء تاني لوقفة رجالة. تسمح لي في اي وقت، ودعوة مفتوحة ليك على الهوى، نتشرف بيك في المصري افندي على قناة المحور، واسعد بيك. ده انا لو ما حصلش ده هيبقى في دروب عندي، لان ده اللي بتفائل بيه طول العام. الله يخليك يا حبيبي، الدعوه مفتوحه ليك في اي وقت، هتواصل معاك بحيث حضرتك تشرفني.
تسلم يا استاذي، وتحياتي ليك، وكل سنه وانتم طيبين، ونزل عيد الاضحى المبارك، ربنا يعيد عليكم بالف خير، حضرتك وكل القائمين على البرنامج والساده مشاهدينك الكرام. اشكرك.